من أكثر الحيوانات إذهالاً ورعباً، مفترس بفطرته ويتسم بالهدوء حتى يقتنص فرصة تمثل النهاية. اليوم نتعرف على أكثر عمليات الصيد تدميراً من عناق مخنق، مميت أو لدغة قاتلة. أهلاً بكم في قناة جوابك، إليكم مجموعة حقائق لا تعلمها عن الثعابين. يوجد في عالمنا أكثر من 3000 نوع من الثعابين، والغالبية منهم غير سام. فقط 750 منهم سام، ولكن هناك 250 فصيلة خطيرة على الإنسان، إذ أن سمها يعتبر قاتلا. وعندما درس العلماء الأفاعي وجدوا أن السواد الأعظم منهم يهرب بعد لدغة الإنسان، ولكن البامبا السوداء لا تهرب، وتستطيع لدغ الإنسان مرات عديدة قبل أن تفكر في الرحيل، فتعتبر أفعى شرسة جدا. وبالإضافة إلى شراسة البامبا، فلديها أقوى سم أفاعي في العالم، فتستطيع أن تقضي على إنسان بعد لدغة بحوالي 45 دقيقة فقط، وهذا إذا لم يتم إنقاذه بأسرع وقت. إذا كنت تعتقد أن الأفاعي جميعها يمشي على الأرض فقط فأنت مخطئ، فهناك بعض الأنواع تستطيع الطيران لأكثر من 300 قدم. وانظر إلى هذه الأفاعي، إنها تقف على غصن شجرة لتنتظر الوقت المناسب، والآن ها هي تلتفت بجسدها إلى الأسفل وتتراقص وتطير بحرية. الأفاعي تعتبر من أصحاب الدم البارد، وهذا يجعلها تتأثر بشدة بدرجة الحرارة، لذلك تفضل العيش في الأماكن الحارة والرطبة، فهذا يساعدها بالتحرك بشكل أفضل. وإذا انخفضت الحرارة بشكل كبير، قد يسبب ذلك في توقف أعضاء جسدها عن العمل. لذلك تعيش الأفاعي في جميع القارات تقريبا ما عدا القارة القطبية، ولكن بشكل عام تتكيف الأفاعي في العيش مع أي بيئة من صحاري وغابات، بل وحتى الجبال الشاهقة. عندما تختار الأفعى ملجأ مناسبا للعيش، تبدأ عملية الصيد، فتستخدم ألسنتها في الشم، وتركز الأفعى جيدا وتراقب فريستها، فهي هادئة، ولكن عند الهجوم تتحول إلى كائن مرعب. عند اللدغ أو العصر، لا تقوم الأفعى بمضغ فريستها، بل تبتلعها مباشرة، ويصبح فمها أكبر بكثير من وضعه الطبيعي، فتستطيع أن تفتح فمها إلى 10 أضعاف حجمها الطبيعي حتى تستطيع ابتلاع فريستها بالكامل. إذا انقطع رأس الثعبان فقد يلدغك أيضا، فيستمر رأس الثعبان المقطوع لساعات، ويستطيع آنذاك العض ونشر سمه في الضحية. لا تمتلك الثعابين جفونا، ولكنها تمتلك غشاء لحماية العين. الأفاعي لا تهاجم الإنسان إلا بدافع الخوف، وبالرغم من ذلك فإن الثعابين تقتل حوالي 100,000 إنسان حول العالم، وتحتل الهند المركز الأعلى من هذا الرقم في عدد الضحايا. وبالرغم من هذا العدد الكبير، إلا أنه يمثل 10% فقط مما يفعله البعوض، فيقتل البعوض حوالي 1,000,000 إنسان سنويا بنقل الأمراض. ولكن يستخدم العلماء سم الأفاعي لاستخراج الأدوية للعلاج أيضا. وللإشارة، وجود الثعابين مهم للحفاظ على التوازن البيئي. تايف لوبدي هو أصغر ثعبان في العالم، بحجم لا يتجاوز 10 سنتيمتر. أما الأفعى المشبكية هي أطول أفعى بالعالم، بطول يصل إلى أكثر من 9 أمتار. الأناكوندا الخضراء هي أثقل أفعى في العالم، تعيش في أدغال أمريكا الجنوبية، حيث تسكن في البيئات المجاورة للمستنقعات، وبالرغم من أنها تتحرك بشيء من البطء في اليابسة، إلا أنها سريعة جدا في المياه، وتتغذى على مجموعة كبيرة من الحيوانات الكبيرة من سلاحف وطيور وخنازير. ويتجاوز طول الأناكوندا الخضراء لأكثر من 8 متر، أما وزنها 227 كيلوغرام، لذلك هي أثقل أفعى في العالم، وذلك يرجع لجسدها السميك والضخم. وجميع أنواع الثعابين آكلة للحوم، فالصغير منها يتغذى على الحشرات والفئران، والكبير يتغذى على الخنازير والتماسيح. فلتشارك برأيك عن الثعابين في مناقشة الحلقة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد.